فهذه خمسة أمور يغتنمها العبد، وهذه من نعم الله سبحانه وتعالى، خمس نعم من نعم الله الكثيرة. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله. نعم الله علينا كثيرة، من النعم دي في خمس نعم. النعمة الأولى نعمة الشباب، قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، فترة الشباب، وهذه الفترة التي يبتلى فيها العبد كما يبتلى في بقية عمره. وفترة الشباب فيها شهوات، وفيها أن العبد تكون له من القوة ما لا تكون عنده في فترة الشيخوخة. فالشاب إما أن يتصرف في شبابه وأن يستعمله في معصية الله سبحانه وتعالى وسيسأل يوم القيامة، وإما أن يستعمل هذا الشباب في طاعة الله، فيكون هذا الشباب سبباً، أو فتكون فترة الشباب سبباً لنجاته يوم القيامة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال الإمام العادل، وفي لفظ قال إمام عادل: وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالزول فترة الشباب دي يستفيد منها. الآن الشباب الناس بيضيعوا في حاجات فارغة، شباب تلقاهم مضيعين وقتهم في الأندية والكشتينة والضمنة، واحدين في اليوم كله في الموبايل، فيسبوك واتساب وشنو. أريد لو بيستفيدوا منه، أريد لو بيقدموا فيه الخير، تلقاهم في الشر والله. واحدين معدينها في النجائل، النجيلة الفلانية، وتلقى في الجامعة يتونس مع البنات، واحدين معدينها برضو سجائر وصعود وحاجات كثيرة جدا وبلاوي كثيرة في فترة الشباب. لكن الموفق اللي بيستفيد من شبابه والله، تلقى شاب يستفيد من هذا الشباب في طاعة الله تعالى، لأنه الله في القرآن سبحانه وتعالى ذكر الأنبياء وقال عن إبراهيم عليه السلام، قال قوم قالوا عنه: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وقيل في بعض التفاسير أنه كسر الأصنام وهو ابن 16 سنة، 16 سنة. والله قال عن أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم شنو؟ وزدناهم هدى. فلذلك انت فترة الشباب دي تستفيد منها. الزول في الشباب بيحفظ، بعد يكبر مرات الحفظ يبقى له صعب. في الشباب عنده قوة إنه يساهر ويطلب العلم ويبلغ دعوة الله تعالى وينشر الخير ويقدم للأمة ما تستفيد منه. دي مسألة. المسألة الثانية قال: وصحتك قبل سقمك أو قبل مرضك. فترة الصحة، ناس كتار الآن راكدة في المستشفيات، هذا بيجي السلاح الطبي وبيغادي مستشفى أم درمان، وبيجي ما بعرف وين، وده رويال كير، وده شنو ما بعرف، وده وده وده، وناس الآن في الدربات وتعبانين ويتوجعوا. انت صليت الحمد لله واقف عليك ورعيك وما شاء الله في صحة وفي نعم، استفيد من الصحة دي. ناس كتار عيانين، الواحد يسمع الدكتور يقول له قريبه: والله زولك ده خلاص مرحلته متأخرة، تلقاه عيان وخايف، ما سمع الدكتور قال له مرحلته متأخرة، الأجل بيد الله تعالى، تلقاه ملاوز. انت استداك الله صحة سبحانه وتعالى، قم بالليل صلي واجتهد في طاعة الله والله، والصحة دي سخرة في الدين.
والله بيجي يوم بترقد سافر في دعوة الله دي بلغ الدين للناس وخش المساجد بلغ دعوة الله تعالى صح استفيد منها أمشي اشتغل في السوق جيب قروش لأهلك. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال له وإنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا أو قال فتنفق نفقة صغيرة أو كبيرة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيه امرأتك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لو اشتغلت في السوق صحتك دي استفدت منها، اشتغلت في سوق الله ده واشتغلت شغل حلال وجبت قروش آخر اليوم واحتسبت الأجر عند الله تعالى، اديت مرتك أولادك أخوانك، في شباب هسه تلقاه الواحد عمره 30 سنة ما تزوج، تقول ليه انت في العشرينات مالك ما تزوجتها؟ لك والله عندي أبوي توفى وعندي أخواني صغار وأمي دي كبيرة في السن مهم وأنا غايته شغال مكافحين الله يتقبل. ده لو احتسب الأجر أجر عظيم عند الله تعالى، وناس كتار استفيد من فترة الصحة طبقها في الخير مش تعدي شغالة حاجات ذات ما أنزل الله بها من سلطان. والله شباب مضيعين صحته، وناس كتار واحد تلقى في صحة عمك تلقى كبير دفعته تلقى في المستشفى وتلقاه وخدت له كرسي برا في الشارع دار يتفرج لمتين، يعني 60 سنة بتفرج في الدنيا دي ولا 70 سنة لسه ما كفته يعاين بجاي ويعاين بغاد ووقت يقرأ بدل يقرأ له قرآن ولا يستفيد من وقته تلقاه يقرأ له في جرائد وهي ثم إنه وقربوا يقلبوه والجماعة ديلك ولا جريت الدار وغنماية في مبدة عندها 5 كرعين واستضام سيارة بدجاجة وما بعرف كلام ذات. والله يا جماعة ناس كتار وقت مضيعين وصحتهم دي بدل يستفيد من طاعة في طاعة الله تلقى مضيع عساي. ولذلك دي مسألة. قال 3 قال وغناك قبل فقرك، الله اداك قروش بعدين بيسألك منها، ما اداك نعمة نعمة المال دي بعدين بيسألك منها، بعد القروش مضيعينها في السجائر وفي الصعود وخشوا حفلة التذكرة ب50 كلها لخبطة ساي وقروش اشتروا بها حاجات ما فيها نفع. يا أخي في كتاب هذه الأرواح لابن القيم قال لك عمر بن الخطاب رضي الله عنه التقى بجابر بن عبد الله رضي الله عنه أيضا فقال له ما هذا يا جابر؟ قال طعام اشتريته بدرهم، أكل اشتريته بدرهم ودرهم 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 12 حتى نساوي دينار يعني حاجة بسيطة. قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو كلما اشتهى أحدكم شيئا اشتراه؟ أو كلما اشتهى أحدكم شيئا اشتراه؟ أما سمعت قول الله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ وده ما معنى إنه حرام تشتري أكل ولا أكل سمح، لا لا، ولا الصحابة قصيدهم كي، لكن داري ينبهوا زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام مر بعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر هو وأمه يصلحان جدارا، الحيطة بتاعتهم وقعت قاعدين يبنوا فيها، دي حاجة مهمة ما حاجة تافهة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يا عبد الله بن عمر؟ فقال عبد الله بن عمر هذا جدار لنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نصلحه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أعجل من ذلك، قيامة قربت قال ما بوك تصلح الحيطة، الأمر أعجل من ذلك. وما معنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى أنك تبني الحيطة؟ لا تبنيها، ذات السترة دي من الدين، لكن دار ينبه الناس أنه الزول انتبه أنه العمر ده ماشي الزمن ماشي، هسي دي صلاة العشاء لو أنفقت مال الأرض كله كل مال الدنيا دي أنفقته عشان يرجعوا لك عمرك تصل عمرك يكون زي عمر المغرب ما بتقدر، ساعة بس يرجعها لك كذي ما بتقدر تاني ما في، كل مرة يتماشي زي ما قال يزيد الرقاشي رحمه الله تعالى كان يتمثل أبياتا يزيد الرقاشي، وفي الحديث المهم في بعض الناس بيهم في الحديث إلى آخره، لكن هذا الرجل كان يصطاد السمك يصطاد الأسماك بعدين مشى البحر
قاعد وبعايم في البحر، فرأى عظاما نخرة، عظام بالية، فدخل النهر والبحر فدخل فأخرجها، فإذا هي عظام إنسان، فبكى وقال يا يزيد، بخاطب في نفسه، قال يا يزيد من يصلي عنك بعد اليوم بعد الموت؟ من يذكر الله عنك؟ من يصوم عنك يا يزيد؟ ثم أخذ يتمثل بأبيات من الشعر، وهي ومنها إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. فرحان يقول لك والله بكرة غايته الله يجيبه، هو بكرة إذا قربت من الموت يمكن تموت بالليل. فلذلك الإنسان يحافظ على وقته، والله ما في وقت، الدنيا دي ماشية كده، وأسي بعد 10 دقائق عمرك ناقص. تاني زي الزول الواقف في الاسطوب منتظر الاسطوب يبقى أخضر، والاسطوب عامل 59 58 57 وماشي 56 55 ماشي ماشي ماشي، لما نبقى 3 لا طوالي بيرمي التعشيق ويكون دايس الكلتي، هو 2 1 طوالي شنو يبقى مارق بدور. نفس الشيء ملك الموت ده بعدين عنده أجل معين، عندك أجل وماشي ناقص، انت ما جايب خبر، تنوم تصحى والشغلة ماشي ماشي ماشي. فيا جماعة الزول ما يضيع زمن، والله ما دعت دي كورة هلال ومريخ، اتدرب براك كورة براك كذي دي تمشي تجوك وتريد جسمك وتجري دمك، حلال براك كذي اتدرب، ما حرام ما يشدد ولا كذي، وتطح بالباب وسوي بوشم وحديد اتدرب كويس، تحتاج لها مرات قد يجيك حرامي بالليل، لكن في النهاية ما تضيع زمنك ساي هلال ومريخ برشلونة ريال مدريد، ويحضر بالليل بالصباح اشتري الجريدة. انا ما عارف الفهم ده شو، بالليل تلقى حضرة جد هذه شغالة تصبح الوقت اشتري في الجريدة، وقال فلان وعلق فلان، ما تضيع وقتك. الزول حرف من القرآن ل10 حسنات، سورة العصر دي فيها 69 حرف، يا 69 حرفا، يعني بس سورة العصر مش هذا اي زول حافظها فينا، لو ماشي في الشارع قريتها، ما تخصيص لا اي سورة انا اقرأ، لكن انا ذكرتها لك كمثال، يعني 690 حسنة بس في سورة ما بتتم دقيقة تقرأ، وغيرها من القرآن سورة الكوثر دي شوف فيها كم حرف، 43 حرف، الفاتحة 113 حرف لو بس قريتها، دي 1130 حسنة بس سورة الفاتحة قريتها. فما تضيع وقتك، والله في موظف في البلد بعرفه قريبا، الزول اللي بيجي المسجد شفته يعني بعد الصلاة طوالي بيتناول المصحف طقف تحت، يوم قلت له اسمع انت الزول بيقرا جزء وجزء بيختم، انا شايفك بس بتفتح من طرف ساي، انت فاهمك شو الشغلة دي؟ قال لي يا زول مش الحرف ب10 حسنات؟ قلت له قال لي محل تقع تقع، بس يفتح بس اقرا ويبقى مارق ويمشي. ولذلك انت حافظ على وقتك، والله الذي لا اله غيره. دي مسألة، المسألة التي بعدها ومن ذلك ان تنفق مالك في طاعة الله سبحانه وتعالى، لانه قال وغناك قبل فقرك، انت الله اداك قروش صدق بها في الخير، ابني مسجد كان الله وفقك، اي زول يسجد فيه ولا يصلي فيه ولا يعمل فيه خير، محاضرة درس ده اجر جايك، اذا احتسبت الاجر عند الله تعالى، مالك ده بعدين بتموت يبقى لك حساب، زي ما قال الشاعر والله قال يا نفس توبي فإن الموت قد حان، واعصي الهوى فالهوى ما زال فتانا، أما ترين المنايا كيف تلقطنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا، وفي كل يوم لنا ميت نشيعه نرى بآثاره آثار نرى بمصرعه آثار موتانا، يا نفس مالي وللأموال أجمعها خلفي وأخرج من دنياي عريانا، تمرق من الدنيا بكفن جيب ذاته عشان تخد في قروش ما تمرق من هذه الدنيا، فتنفق مالك في طاعة الله سبحانه وتعالى. المسألة الرابعة قال وفراغك قبل شغلك، ودي علقنا عليها. الخامسة والأخيرة قال وحياتك قبل موتك، انت حيس روحك دي في جسدك، اليوم اللي بتبلغ الحلقوم خلاص هو شباب التوبة بيتقفل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. قال العلماء وبعض العلماء: الغرغرة صوت خروج الروح، ما لم الروح دي خلاص تصل الحلقوم وتغرغر وتشوف الملائكة قدامك، باب التوبة مفتوح، تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتعمل بالطاعة. والله زول لو عاش 80 سنة بيعصي في الله وقعد تاب قبل ما يموت، الآن أنت عندك فرصة، اليوم جاك الموت ده خلاص شغلت قفلت بعدها. والله زي ما واحد من السلف أدركه الموت فبكى، فقال له ابنه: يا بني، يا أبتي، يا أبتي، أنت تبكي وكنت تصلي وتقرأ القرآن و إلى آخره. قال: يا بني، باب ما زلت أطرقه منذ 60 سنة اليوم يفتح علي، ولا أدري أيفتح على خير أم على شر. موت لما نيجي خلاص ده باب يتفتح لك، أنت ماشي بعد الآخرة قدام، رجع ورا ماف. فأنت اجتهد في طاعة الله. والله يا جماعة زول يتوب واستغفر وسبح، وأعظم شيء يدخلوا للموت العقيدة الصحيحة. كم واحد عقيدته في الله نظيفة، لأن الله تعالى قال في سورة الكهف في آخر آية: فمن كان يرجو لقاء ربه دار يلاقي الله بالنجيضة، هاي فليعمل عملا صالحا، عملا صالحا ولو يسيرا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه شنو أحدا. لو قال صنم كان الشرك يكون الأصنام بس، لكن قال: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأحد نكرة، والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الشرط تفيد العموم. أي أحد لو اعترت قلت يا الله ويا جبريل أشركت بالله، لو قلت يا الله ويا النبي الفلاني أشركت بالله، لو قلت يا الله ويا الصالح الفلاني يا الشيخ الفلاني أشركت بالله تعالى. لأنه يا توحيد يا شرك. زول قال يا الله نجيني من الشدائد، ده نادى كم؟ مش نادى واحد؟ قال يا الله ويا فلان، نادى واحد ولا اثنين؟ اثنين، ده الشرك ذاته. الله قال في القرآن: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ظالم والله، حق الله تدعي غير الله ده ظالم، حق الله تدعو زي ما قلت له في الصلاة: إياك نعبد وإياك شنو وإياك نستعين. أنا عليك الله في الصلاة أقول له: إياك نعبد وإياك نستعين، أعاهده في الصلاة، أمرك بره بس جنب الجامع أعتر، أستعين بغير الله؟ أقول يا فلان الحقني ويا فلان امزعني، ده من الشرك بالله تعالى. ولا يعتقد أنه غير الله بيعلم الغيب، لأن الله تعالى قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ما تروح منه حاجة يقول لفلان أو الطير رايح أو شوف لي وين، ما بيعلمه. الله قال: وما كان الله ليطلعكم على الغيب. ديال الأنبياء عن طريق الوحي، الوحي معليش عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من شنو من رسول، لأنه ديالك عن طريق الوحي، ولأنهم بيحتاجوا للوحي، بيحتاجوا لبعض الغيب عشان الناس يصدقون، زي الرسول عليه الصلاة والسلام في تفسير ابن كثير. وأنا أختم لك، الزمن مشى وإنتوا ذات مستعجلين وأنا ذات مستعجل. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم، ابن كثير في تفسيره لسورة الروم، الروم والفرس، الروم كانوا أهل كتاب والفرس كانوا على غير الكتاب، لا على اليهودية ولا النصرانية ولا ناس على الكفر. فكان المسلمون، قال ابن كثير، فكان المسلمون يحبون انتصار الروم على فارس، وكان المشركون يحبون انتصار فارس على الروم. فانتصرت فارس على الروم، انتصروا، فحزن المسلمون، فأنزل الله قوله: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. والكلام ده لسه
المعركة ما بدت الثانية. فجاء الوحي من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن الروم ستغلب شنو؟ فارسا. والوقت داك لسه لقوا الناس في تربص، الناس في انتظار، ها كلام الرسول بيحصل صح ولا ما صح وهو إلى آخره. بعد كم سنة طوال الروم شنو؟ غلبت فارس. فكان هذا دليلا، كان من الأدلة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كذا الأنبياء أحيانا بيحتاجوا لبعض الغيب، يقولوا بيحصل كذا وده عن طريق الوحي، وإلا الأنبياء من نفسهم ما بيعلموا الغيب. لأن الله تعالى ذكر لنا قصص كثيرة في القرآن، إبراهيم عليه السلام جوا الملائكة في شكل بشر، ما عرفوا الملائكة لأنه ما بيعلم الغيب، مش جاب لهم حجر قدموا لهم. وسليمان عليه السلام الهدهد قال له أحطوا بما لم تحط به، وكان بيعلم الغيب ما كان بيقول لك المزيد. وموسى عليه السلام الخضر برضو نبي من الأنبياء قال له وكيف تصبر على ما لم تحط به شنو خبرة. وهكذا الأنبياء من أنفسهم لا يعلمون الغيب. وزول مات ما بيعلم الغيب، مات لو جيت جم قبره قلت له فلان أنا تغديت أنت تغديت ما بيسمع، والله ما بيسمع. لأن الله قال يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم يا رسل حصل بعدكم شنو؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فما مبزول مش لدجال ولا غيره، كن عقيدته في الله صحيحة. دام أعظم ما يستعد به العبد للقاء الله وللموت. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته الأولى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، ويأخذ من واصينا جميعا إلى البر والتقوى. جزاكم الله خيرا على حسن السماع، بارك الله فيكم، السلام عليكم.